هل يسمعك الميت عندما تسلم عليه؟ ورد ما يدل على ذلك، والله أعلم. فإذا ثبت هذا فهذا من أمور البرزخ ومن أمور الآخرة التي لا يقال فيها إلا بالدليل. فالأمر بهذا سهل، لكن زيارة القبور بحد ذاتها مشروعة إذا كان القصد منها الاعتبار والاتعاظ وطلب والمغفرة للميت والاستغفار له. أما ما يتعارف عليه القبوريون اليوم من الاستغاثة بالأموات والتبرك بهم فهذا لا يجوز، وهو شرك بالله عز وجل.